is on the road. Yalla. Love you. هتكلم النهاردة عن المطبات. أول بلد طبقت فكرة المطبات كانت أمريكا سنة 1906، وده لأن وقتها تكنولوجيا العربيات كانت تطورت جداً، وسرعة العربية وصلت لـ50 كيلو في الساعة، وده كان رقم كبير جداً وقتها. وعلشان أرواح الناس وعلشان العربيات ما تخبطش في بعض، قعدوا يفكروا إن هم محتاجين حاجة تخلي العربية سرعتها تقل إجباري على الطريق، ووقتها اخترعوا فكرة المطبات دي، وبعدها انتشرت في العالم كله. وشروط المطب ان لازم يكون في يافطة واضحة قبل المطب بشوية عشان الناس تعرف ان في مطب. الشرط التاني ان لازم يكون على المطب في نوع دهان من الانواع الواضحة او اللي دلوقتي بتنور، علشان الناس تشوف المطب ده في النهار وفي الليل. اما بالنسبة لانواع المطبات، ففي مطبات صغيرة جداً، وده علشان ينبهك بس ان انت محتاج تقلل السرعة بتاعتك، وبيقولوا عليها عين القطة. وفي مطبات قصيرة، دي علشان تخليك تهدي لدرجة ان انت تقف، زي اللي بتكون موجودة عند بوابات التفتيش. وفي نوع مطبات طويل جدا، ده علشان تهدي السرعة بس، زي اللي موجود في المناطق السكنية. آخر نوع من المطبات بتكون مطبات عالية جداً زي الجبل، ودي معمولة الحقيقة علشان تخليك تجرب العربية بتاعتك في الطيران. وفي معلومة إضافية موسيقية، وهي إن اليابان مفيش فيها مطبات صناعية أصلاً، وده لأن هما بدلوا الحاجة دي بحاجة اسمها الطرق الموسيقية، وهي عبارة عن نوتة موسيقية بتطلع صوت لما العربية تعدي عليها، علشان بس تعرفك ان انت محتاج تهدي. وفي شاب عنده 18 سنة طلع وقال: يا جماعة احنا مش بنحتاج المطبات دي طول اليوم، احنا بنحتاجها بس في اوقات محددة زي خروج المدارس، بعد كده المطبات دي ملهاش لازمة، دي بتبوظ العربيات بس. فالشاب ده اخترع مطب آلي بالكهرباء، بيطلع بس في الأوقات اللي احنا عايزينها وبيختفي باقي اليوم. الاختراع ده بقى وصل لفين الحقيقة لسه ما نعرفش. والأكيد ان كل الناس لو التزمت بقواعد المرور مش هيكون فيه مطبات، ودي أمنية طبعا. وفي الآخر لما تلاقي مطب يا سيدي، هدي السرعة علشان المساعدين، وما تضربش فرامل على المطب. الفرامل بتكوني قبل المطب يا بعد المطب، علشان القصة ممكن تدخل في أكتر من 2 مساعدين، ولو فرملت على المطب ممكن برضو ظهرك يبوظ، يعني حاول ان انت تهدي لو شفت المطب شوي. اعملوا سبسكرايب لايك، ما تنسوش تتابعونا عشان تسمعوا كل الجديد.